السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اسمه هايبر. موقع ده فيه إمكانيات حلوة، ممكن تحول برومت أو تكست أو كلام مكتوب لفيديو. يعني أنا هقول له مثلا عايز مشهد معين، مثلا في فيلم، فالراجل حاطط سيناريو معين، فأنا هاخد مشهد مشهد وأقول له اعمل لي المشهد دوت، ويبدأ يعمل لي الفيديو بالشكل دوت. يعني ده معمول بالذكاء الاصطناعي، ما جابوش ممثلين وصرفوا والحاجات دي كلها. أنا قال له أنا عايز بس ديناصور صغير، عمل الديناصور الصغير دوت. او ممكن اديله صوره وهو يبدا ان هو يعملها فيديو. يعني ممكن مثلا اديله صوره الموناليزا مثلا، فيبدا يخلي فيه حركه، فيها لوحه العشاء الاخير يبدا يعمل فيها حركه، تلاقي الناس بتتحرك بشكل رائع، مش مجرد حركه للكاميرا او زوم. في فيديو لفيديو، يعني عندك فيديو حقيقي ممكن تحوله كرتون، او كرتون تحوله لحقيقي. ففي حاجات كتير جدا، دي حاجات كتير معموله اهيت، ممكن تبدا تشوف الفيديوهات. طيب خلينا نعمل احنا فيديو. هقول له مثلا ايه، cats drink coffee. انا بحب القطط وبحب القهوة، فنخليه يعمل لنا القصة ديت. طيب دي تلات فيديوهات هم عملهم لي قبل كده، تمام. وخلي بالك ان الاتنين دول تقريبا استخدمت فيهم نفس البرومت. طيب بص، القطة عامل حركة للراس وحركة للايد، هنا بدأ يعمل حركة للروبوت اللي معمول. طيب هو هنا بيعمل فيديو، ممكن ياخد شوية وقت. خلينا نيجي هنا، ممكن اقول له مثلا نفس الكلمة اللي انا قلتها له، ممكن تشوفها على ووتر كرر، او ممكن تشوفها على ليجو مثلا، او تشوفها على انها منظر حقيقي. فليك ان انت تختار الشكل للتصوير او شكل الفيديو اللي هيطلع، ممكن يطلع كرتون او انيمي او حقيقي. فممكن نختار مثلا نقول له فيلم قديم، هو كتب لي بلاك اند وايت موفي ستايل مثلا. نختار مثلا بيراميدز، مثلا يعني هيعمل لنا مشهد من فيلم كان في صراع. انت ممكن بقى تقول الصراع ده بين اتنين روبوت او بين انسان وروبوت، زي ما انت عايز. دي بتختار بقى انت، ممكن تقول له انا عايزها ايمج تو فيديو، فيبدا ان هو يعمل لك، هياخد الصوره ويبدا يعملها لك فيديو. طيب هاجي هنا اقول له قلت طيب. ممكن نيجي هنا نبدا نشوف بقى ايه الامكانيات. يعني ممكن اقول له انا عايزها 8 ثواني، تمام، او عايزها 4 ثواني، او عايزها هاي كواليتي، عايز الكاميرا تبقى مثلا مربع مستطيل زي ما انت عايز. نقول له كرييت، تمام. بدا الفيديو بتاعنا هو شغال بيعمله، وبيعمل لنا برضو فيديو جديد. فتقدر تعمل كذا فيديو في نفس الوقت. طيب هو عمل لي اهوت قطتين اهوت، وعمل لي برضه لقطة الصراع قدام الأهرامات. طيب تعال نشوف القطتين اللي بيشربوا، بس ده نسكافيه أعتقد مش قهوة. عمل فيها حركة كويسة طبعا، عشان هو ببلاش فهو كاتب الاسم بتاع الموقع فوق، فما فيهاش مشكلة، تمام. ودي الكلام هو مكتوب، وتقدر تعملها شير، تقدر تعملها لايك، أو تحطها في الفيفوريت. وانا بيقول لك مين اللي يقدر يشوف الفيديو دوت. فزي ما انت شايف عمل لي مثلا 4 ثواني. تقدر بقى تعمل القصه بتاعتك على الشكل دوت.